تالي رح نبقى طبعا بأجواء الميلاد يلي له تفاصيل كتيرة من المكياج الموديل للشعر لللبس للموضة كله لكل شيء اليوم. كله كله سالي. أكيد رح ننتقل كمان لتغير المكياج اللي طبعا بيتغير وفق الفصول اتجاهات الموضة تماما مثل موضة الأزياء وموضة الملابس. مين منا ما بيحب إنه يتماشى مع هي الموضة يلي بتتغير طبعا من سنة أو خلينا نقول من فصل للتاني بحسب الموضة والصيحات. أكيد رح نشوفها أكثر مع إطلالاتنا اليومية وسهراتنا الخاصة. مثل ما ذكرتي فرح يلي متابع الموضة وآخر صيحات الموضة، وأيضا بنشوف كتير صبايا عبر صفحات الإنترنت عم يتابعوا آخر صيحات الميك اب، شو الألوان الدارجة للسنة وأيضا الكونتورينج وكتير قصص. حنتحدث عنها مع خبيرة التجميل مشلين كحلة وأيضا خبيرة التجميل لين شيخة. بصرنا رحب فيكم وصباح الخير وصباح الميلاد. صباح النور وينعاد عليكم وعلى الجميع بالخير والفرح ان شاء الله يعم علينا ان شاء الله. يسعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا لين، كيفك؟ صباحك تمام الحمد لله. هلا خلينا نحكي شوي بالاول الوان السنه اليوم. خلينا نبدا معك مشلين وخبرينا اليوم موضه السنه للميك اب شو هي الالوان؟ موضه السنه كثير مختلفه عن اللي قبل. الشادو القوي، الشادو هلا يعني هلا بالموضه الخريف والشتاء. نعم. الالوان الدافيه، الالوان الهاديه بس بتكفي معنا للصيف. بس هلا المختلف هو الايلاينر. نحن متعودين على الايلاينر الاسود، الايلاينر اللي متعودين عليه للمكياج العادي، بس هلا نحن مكفي عنا الازرق، البرتقاني، الاصفر، الفوشي. هي موضه هي السنه ومكفيه معنا للصيف. تمام، يعني قبل ما ننتقل للي مشلين، الايلاينر السنه معاته اسود؟ لا، في اسود مكفي معنا اكيد سالي الاسود. أه. بس انه مكفي معنا بالازرق، بالاخضر، بال هدول الالوان يعني مثل ما فينا نقول انه الضايجه القويه. طيب يعني لين لما نحن بنقول انه ايلانر ملون، في كثير صبايا يمكن ما بيحبوا، اوقات بيكون شكل العين مثل نحن ما بنقول شكل الجسد أكيد. شكل العين ما بيناسبها. قد ايه بتشوفي انه كل عين لها رسمه خاصه فيها ولون ايلاينر خاص فيها؟ اكيد هي كل عين لها يعني شكل معين وكل وش بيلبق له شيء معين. فنحن لما بنطلع العين هي الشكل الاساسي لازم يكون لوزي، فكل الالوان والاشكال حنقربها لتكون العين لوزيه. لون العين كمان بيدخل؟ لا بيختلف اكيد. لون لاينر بصير بتتحكمي انت، يعني وقت بتكون لون العين زيتي بتحطي لون اخضر بتفتح اكثر هيك، يعني حسب الالوان. والله تماما. يعني مشلين بنرجع لعندك لنحكي اكثر عن الالوان لهيدي السنه. يمكن الالوان، يمكن حكيتي جمله حتى انا استغربتها فرح، انه عم تمتد للصيف. يعني نحن مثل ما بنعرف السموكي هو للشتاء، والالوان الفاتحه يلي بيدخلها ايضا مثل الاورانج طبعا مع الدمج ما رح هيك ايضا كمان للصيف، ولكن هيدي موضه السنه عم يمتد من الشتاء للصيف والعكس صحيح. خلينا نحكي عنها. اكيد قلت لك الالوان الفاتحه سالي هي مكفيه معنا. هلا بالشتاء اجباري لانه الدفى مشان تحسي حالك انك انت بلوك جديد بلوك هاد، فنحن بنعتمد اكثر شيء على الالوان الدافيه على الالوان القويه، وخاصه هلا عندنا راس السنه اكيد ينعاد عليكم. فنحن اكيد بيكون هذا الموضوع بانه نحن نعتمد على اللون القوي واللون اللي بده يظهر لك وشك. بس كل البنات للاسف نحن ما بنعتمد على انه نحن هذا الشيء بيلبق لنا ولا لا، بدنا نشوف اذا بيلبق لنا ولا لا، لانه ممكن يلبق لنا، ممكن يصغر لنا عيننا، ممكن ما يناسب عيوننا، ممكن يعني ما نركض على هذا الموضوع. حتى بموضوع الفوند ولا موضوع كله يا منفتح يا منغمق، خليه يناسب لون بشرتنا، خلي لون البشره هو اللي يكون المناسب لحتى ما نطلع يا مثل الجبصين يا مثل كثير اوفر يعني يطلع. لين كمان خلينا نحكي يمكن عن شكل العين. هلا انا عيني كثير كبار سالي على فكره، عيونك كثير حلوين بدنا نحكي شوي عن العيون الكبار والعيون الصغار. في صبايا يمكن عيونهم صغار بيحبوا مكياج معين بتضيق العين اكثر بتبين اصغر، اوقات في ما بيبين
بين فتحة العين أحلى. طريقة المسكرة حتى لما بتختلف كمان. طريقة المسكرة كمان بتفتح العين أكثر. كيف الصبية بتقدر تعمل شكل عينها حلو لا بقلب يعني ما تغير بشكل عينها؟ هلا هو نحن أول شيء مندور على اللوك يكون طبيعي. كيف يكون طبيعي؟ بأنه نحن ما نكتر الميك اب، يعني نحن نحط شيء يلبق لشكل العين. كيف مثلا نبلش بالشيء الفاتح، نغمق درجات بسيطة بطرف العين لما بتكون العين جاحظة ما بتلبق للألوان الغامقة من فوق، بينما إذا حطيتي مثلا أسود بقلب العين الجاحظة بتصغر، تعطيها صغر. لين تقطيع وشك كتير جميلة، حتى يمكن عم لاحظ هلأ على الشاشة حتى العين حبيبتي. عندك بيلبق للميك اب. ما بعرف إذا حابة تورجينا أو تورجونا مع بعض الألوان. حابة أنا كتير حابة أشوف الشادو على عينك، مش جيد أو بحطي له شادو، أنا كتير حابة الشادو على عينك، فخلينا نجربه بما أنه خبيرتين تجميل فحتى بتمكيجك مش جيد وبتعطيني شو رأيك، حبيتي ما حبيتي، يعني بتتناقشوا مع بعض. خلينا نقوم نتفرج. اول شيء خلينا مشلين بدك تقومي لين حنفك المايك. يعني بنرجع بنعيد فرح كخبيرتين تجميل، انا دائما بحب حدا يمكيجني. فكيف يلا صاري خلينا نتعلم شوي يعني نقدر نمكيج حالنا اذا كان في مناسبه أكيد. او حاله اضطراريه. يعني لين عذبناكي بس مو ذنبنا، انت عيونك حلوين تمام. رح نستعمل فيهم الالوان الشتاء اليوم، الوان الغامقة. رح هلا نعمل سموكي مشان الصبايا يشوف. بس اهم شغله بدي اقول نصيحه لكل البنات، نحن كثير بنغلط وقت الفوند انه نحن بنجرب هون تماما على الايد، فهي هي غلطه لانه انت ايديكي بالجلي نحن البنات طبعا، فنحن بنجرب هون طبعاً. هي اهم نقطه انه نحن نجرب هون او هون على المنطقه هي، فنحن هون اكثر شيء، او فينا نجرب على الوش طالما نحن تمام. يعني لين كخبيره تجميل بعد ما تخلص مشلين انت بدك تشرحي لنا، يمكن ما عندها صوت عم يقولوا لي بالكنترول. طب خلينا نبلش ناخذ تماما. مشلين خلينا نقول بيلبق لكافة شكل العين كيف ما كانت السموكي؟ هلأ لا، لأنه مو كل العيون هي بيلبق للسموكي. هلأ فينا نصغر، فينا يعني نعمل لها سموكي بس مو سموكي حسب الألوان الفاتحة تمام. لحتى ما تبين هي ال خلينا نحكي ونحن عم نشتغل. أكيد تشرحي لنا شو عم نشتغل. عم نحط اللون الفاتح على كل العين، بعدين بنعطي إضاءة لتحت الحاجب. لين بتحبي السموكي لين؟ اكيد لحدا ما بيحبه. قلت لك نحن كثير بنختلف من بنت لبنت ان كان باللون وحتى الكونتورينج انتوا حكيتوا عنه، بس يمكن عم بنشوف هلا نحن يمكن شوي عنا ضيق بالوقت، نحن بنتمنى يكون عنا وقت اكثر، فحنحنا شوي حنعمل في معنا لسه 5 دقائق اعملوا لي بالكنترول بنلحق مشلين. هلا رح اعمل الشيء البسيط الخفيف. لين بتحبي الخفيف؟ والله حسب كل شيء له وقته تماما. الكونتورينج سالي فرح اهم شيء، مثل ما نحن بنلبس شيء مثلا يحاول ينحفنا او كمان نفس الشيء الكونتورينج، بدنا نشوف المناطق اللي هن الظاهره عن يعني اللي بدنا نخفيها فهي منغمقه، واللي بدنا نظهرها لتكون هي ظاهره عنا نحن بنفتحها. هي معلومات للصبايا كلياتهم مش عم نقدر نستفيد كلياتنا. فرح بتحبي السموكي انت كمان؟ كثير سالي كثير كثير بحبه، حتى اليوم حاطه سموكي انت. هلا على العيد اكثر شيء وعلى السهرات هو ال دارش كمان مشلين الجليتر. لين شو رايك كمان؟ هلا الجليتر هلا كثير هالسنه كثير ضرب بده سهره يمكن
جريتر اكيد سهرات، هو ليلي هذا لازم يكون اصلا هيك يعني. صار نحن اوقات نشوف بنات الصبح حاطينه او على الجامعه. هي هي مشان هيك عم اقول لك انه في البنات لازم ننتبه نحن على هذا الموضوع شوي، انه نحن ما نحط الشيء غير اللي بيناسبنا لحتى ما نطلع اوفر، بالعكس هو اللي يظهر لنا الجمال. يمكن شكل عين لين بيساعد جدا، في عندها مساحة عم تقدري تشتغلي عليها مش لين. يمكن عم نشوف انه عندها مساحة للين، وهي كخبيرة تجميل بتعرف هذا الشيء، فأيضا استخدام الألوان ضمن هيدا المساحة الفاتح فوق والسموكي تحت الغوامق تحت، كيف بيتم دمجها؟ مشان يوسع لعينا نحن بنبلش من برا الغامق، بعدين بنفوت شوي بنحط جليتر على الجفن من هون من النص، بعدين منفتح من برا لحتى يظهر لنا جمال العين. أوقات شكل الوجه بيساعدك، يعني مثل ما عم نشوف لين يمكن بشرتها حلوة، لون العين أوقات بيساعد. في صبايا يمكن بيعذبوكي أكثر، البشرة بتكون ما صافية بدها يمكن نحت أكثر. أكيد أكيد، بس هذا كله قلت لك يعني نحن أهم شيء عندنا مثلا الوش يكون لانه مدور ولانه يعني لانه بدالك لينا. خلاص اكيد سالي لك عنا مكياج. اهم شيء بالعيون قلت لك انه نحن كل العين نقاربها لانه هي تصير لوزيه لحتى تعطي الجمال، لانه اكيد كل العيون كله معجب بالشغل ومعجب بلين بالكنترول على فكره. يخليكي. بس بدنا اللاينر، اللاينر بس نفس الشيء. بس بدنا اللاينر. فرح بدنا فرح بدنا فرح مي. بدنا مي. فرح فرح بتسلمه. ما تحطي يعني هلأ أنا خلال 5 دقايق حنشوف كتير شغل حلو لين، أنت مو شايفة نحن عم نشوف على الشاشة، عن جد كتير حلو. حتى يعني يمكن مثل ما قالت فرح شكل الوجه بيساعد، نحن وسحبة العين ايضا ما شاء الله عيونها بيساعدوا انه بيتحملوا شادو. يعني في عيون مبطنة ما بتتحمل هالكمية من الشادو. رح نورجي هلا بس شوي الصبايا على الكونتورينج. نحن الفاتح بدنا نحطه تحت العين يلي بتعاني من سواد. فرح ايضا قديش كمان بتعاني منه؟ كثير من صبايا صالي بيعانوا من السواد وعندهم مشكله فيها، لكن كمان اخفاء هذا الشيء بده كمان تكون الوحده يمكن عندها خبره اكثر، مشان اوقات بيجمع صالي بيكون تحت العين مجمع فما بيعطي ما بيعطي منظر صح. الكونتورينج لحتى بس هيك بدنا نعمل تمام. مش لين نحن لازم نكون انتهينا، مش عم نحكي بس كلمتين بعد هذا الميك اب الحلو الخفيف. يخلي لنا الوقت شوي، عندنا مشكله بالوقت هون. في عم نعمل نحن ابراز يمكن للخدود اكثر. ايوه هذا هو اللي بدي اقوله، كنت انه نحن بس بدنا نبرز لها خدودها شوي للين، لانه هي ما عندها شيء عيوب جبينه مناسب، بس نحن فينا من هون من فوق الحاجب نحط شويه فاتح لانه يظهر لنا نحن هي. بس فرح وسالي بس بدي اخبركم شغله، انه نحن البنات دائما بنقول انه لا لازم يكون الاي شادو هو نفس لون الحمراء، فهو هذا الشيء معلومه ما انا كثير لازم نحن نلتزم فيها، مو شرط ابدا. نحن ممكن نحط هذا لون وهذا لون، ما ضروري انه يكون هو نفس اللون ابدا. حلو. هي عم بحاول اعطي النصايح تماما. يعني يمكن مع هاللمسات البسيطه خلينا نقول طلع شكل كثير حلو. فرح مثل ما شفنا صالي اكثر شيء انا بحبه انه نحن نقدر ببساطه نظهر جمال الوجه بدون ما يكون في الوان كثير يمكن او شغل كثير بالوجه. احنا عم نحاول قد ما فينا نسرع، هو اكيد بده وقت، يمكن الوقت داهمنا. مش لينا يمكن بدنا ناخذ منك كلمه، وايضا من لين شو رايها بالميك اب كخبيره تجميل معنا اليوم،
وحطينا اليوم بسرعة قصوى ولكن لكن بفن هي عم قل لك يعني انه نحن عنا سرعة الوقت. اذا بتأخرس علي على الشغل بتقدري تعملي نفس هذا المكياج ويطلع كتير حلو. وانتي كمان فرح اكيد نحن بيهمنا هذا الموضوع كمان. انتي كمان لازم المكياجك بيلبق لك كل شيء على عيونك. ميرسي. أهم شيء التناظر بهذا الموضوع. ليش؟ 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 يعني مشلين خلينا نشوف النتيجة فورا هلا على الكاميرا. هي هيك لين ممكن بس شوي تماما هاي الكاميرا. لا أكيد بده تركيز استا. إسا بدنا ندمج أسرع بدنا أكيد بده وقت يعني أكثر. كله بده تركيز بس إنه حطينا النقاط الأساسية واللي هو مهم. لينا بدنا شو رأيك بالنتيجة كخبيرة تجميل؟ أنت يمكن بتجربي كل شيء وبتمكيجي للعالم بنفس أكيد. الطريقة ولكن بشكل مختلف كل حدا له فنه له بصمته. أكيد أول شيء ميشو من إيديها بيطلع كل شيء جميل أكيد. بعدين رأيي أكيد بجنن وحلو. بحب المكياج الرايق. انا بحب اكيد. بدنا نقول لكم شكرا كثير. لو كان معنا يمكن وقت اكثر نشرح اكثر عن الميك اب مرات الجايه اكيد ونخلص اكثر. شكرا لكم. كل الشكر لكم.